الاكل بعد ما بطلت كوره. انا دايما بشوف او بنشوف الناس او لعيبه الكوره يعني بعد ما بيبطلوا كوره بنشوف اشياء ما بنعرفهمش يعني احنا ما بنعرفهمش فعلا. يعني انت طبعا حضرتك شفت اكيد طبعا في الفتره مثلا الاخيره شفت رونالدو ظاهره شكله عامل ازاي كتير طبعا مع يعني طبعا مع احترامي الكامل يعني مش معترضين ولا حاجه بس يعني فرق كبير جدا ما بين ما احنا عندنا برضو لعيبه هنا برضو بتبقى معتزله كتير طبعا كتير وتبقى انا زمايلي ببقى مستغرب بس انا بحاول بقدر الامكان اللي انا في 3 ايام في الاسبوع بنبقى متواجدين في النادي الاهلي عندنا في الجزيره بفرقه الشمس دي معروفه يعني بنحاول نلعب ساعه هناك زي ده. انا بحب يعني انا في الاكل كمان ما بحاولش الثلاث وجبات دولت اساسيين فطار وغدا وعشاء لا انا مش كده انا ممكن انا غالبا يعني مش غالبا انا بفضل الله سبحانه وتعالى طول السنه بيبقى 2 و5 صايم و13 و14 و15 صايم اغلبيه وقتي فانا كده كده المعده قفلت اصلا فانا كنت عاملها يعني انت الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ايه تصوم وتصح فانا الحمد لله انا واخد الحديث وبقدر الامكان انا في الحاجات دي فعلا حريص جدا اللي انا جسمي مبقاش تخين قوي انا طبيعي اللي ده مش جسمي اللي هو انا بلعب صحيح. طبيعي اللي فيه زياده بس مش عايز الزياده اللي تبقى بتخليني صحيا مش كويس فانا بمارس الرياضه وفعلا الرياضه فعلا مهمه جدا اللي انت تمارس الرياضه يعني انا بحب اتمشى بحب مثلا لو ما لعبتش والصبت مثلا بحب اتمشى في التراك امشي مسافات طويله المهم ما اكلش كتير الاكل يبقى متباعد عن بعضه في حاجات جدا فانت عارفه برضو لعيب كره القدم لما بيجي يعتزل الاكل ده بالنسبه له كان يعني حاجات كتير جدا محروم منها فبيرجع لها تاني موضوع يفلت منه فانا بقدر امكان بحاول اكون محافظ على الحته دي يعني انت محافظ على نظام غذائي ورياضه كمان الاثنين اساسي يعني انا اطباع الجسم الحمد لله ما هياش زايد بس مش زايد اللي هي تتخضم ما تيجي تشوفيني يعني بشوف زمايلي ممكن اتخض أيوة منهم فعلا. بس عشان انا قريب منهم لكن الناس اللي ما بيشوفوهم بره يقول لك ايه ده معقوله هو شكله اتغير ليه هو جسمه عمل كده فانا ما بحبش دي خالص. طب انت وانت كنت لعيب كوره كان نظامك الغذائي عامل ازاي؟ بص احنا مع النادي الاهلي احنا الناس احنا مضغوطين خلقه اللي بيلعب في النادي الاهلي الله يكون في عونه من مباراه لمباراه من بطوله لبطوله فاحنا وطبيعي اللي انت منافسه بينك وبين زمايلك في النادي الاهلي منافسه شريفه منافسه لصالح النادي اتنين بيلعبوا في مركز واحد فطبيعي اللي هم كل واحد بيخاف على نفسه فالحته الغذائيه دي بنبقى مهتم يعني انا مثلا في الايام العاديه وانا بلعب الصبح مثلا هنتمرن الصبح باخد مثلا عسل بزبادي عشان كده خلاص اجي بعد التمرين ممكن افطر عادي جدا بس افطار مش اللي هو الفطار يعني ممكن انا بتكلم في حته غذائيه لعبت الكوره ممكن مثلا رغيف عيش بلدي مع فول مع بيض مسلوق مع جبنه بيضه مع يعني حاجات ما تزودش وفي نفس الوقت انت اصلا كده كده بتحرقي باجي في الغداء باخد مثلا حاجات مشويه يعني بعيد عن اهم حاجه واحنا بنلعب كوره الحاجات الغازيه دي المشروبات الغازيه دي يعني بتبقى مضره فبيبقى حاجات لو انت مش هتشرب عصير فريش اشربه ميه فبتبقى حاجات كلها احنا حريصين الوزن ما انا مشكلتي انا وانا بلعب وزني ما انا كنت طولي 167 لازم اوزن 64 كيلو صحيح لو وصلت ال 65 و66 مشكله عندي 2 كيلو دول مين يعاقبك بقى؟ انا بعاقب نفسي انا العقاب ليا انا بيني وبين نفسي انا ضريت نفسي مش مستني حد يعاقبني كنت بتشوف بقى قدامك مواقف مثلا لعيب بياكل حاجه معينه او وزنه زايد فالمدير المدرب يبدا هو ما بيتكلمش انت لا انت خايفه على نفسك هتكملي وزنك زاد المدير الفني كده مش هيلعبك يعني احنا كان عندنا لعيب طبعا احنا من اللعيبه الموهوبه انا مش بعتبرها ده حقيقه وليد صلاح الدين طبعا. بس هو وزنه بيزيد طبيعي فمشكله الوزن هو بيحب حاجات معينه في الاكل ولو فما كانش يقدر يحرم نفسه منها احنا في واحد تاني يقدر يحرم نفسه يعني انا ممكن اقعد لي شهر ما اكلش حلويات عادي جدا بس لو اتحطت قدامي هاكل منها فبقدر الامكان بحاول امنحها عشان انا ما اكلهاش حتى لما كان بيجي له ضيوف وانا بلعب وجايبين حاجات من دي على طول يعني ما تبقاش موجوده في البيت عشان لو قدامي هاكل منها تضرني